دورة دورة دخل اليوم الصحفيون في مؤسسات الأعلام العمومية تفعيل كل الاتفاقات السابقة والسعي إلى ضرب الحق الدستوري في العمل النقابي. عدم الانخراط في أي لعبة سياسية، تحديد خارطة الطريق واضحة المعالم، أيضا من المطالب إلى رفعها في التحرك بتاعنا هذا. يخوض فرع الجنوب الشرقي للصحفيين التونسيين تحرك في تمثل في إضراب عام بيوم نتيجة تلكع الحكومة لتنفيذ عدد من المطالب اللي كانت معناها التزمت أو تعهدت بالالتزام بها في السابق، إلى أنه للأسف الشديد لحد الآن فما فوضى أو عدم رؤية لإصلاح الإعلام، عدم خلص لقرابة 3 أشهر وهذا الشهر الرابع لعدد من الصحفيين والزملاء اللي هما عندهم عقود يعني متفق عليها مع الطرف الحكومي، عديد الإشكاليات، كذلك النأي بالمرفق عمومي عن التجاذبات السياسية وكذلك تنفيذ ما الرؤية الإصلاحية أو تنفيذ ممكن استراتيجية لإصلاح والنهوض بقطاع العمومي. نحن اليوم في إضراب عام لأن السلطة ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار، ترفض الاستماع إلى مطالب الصحفيين ومطالب القطاع. اليوم إضرابنا هذايا نطلب فيه مطالب ربما عندها 4 أو 5 سنوات كما الاتفاقية الإطارية. أيضا اليوم نحبوه إعلام عمومي لا حكومي عن طريق النأي بالإذاعة التونسية عن التجاذبات السياسية اللي أنهكت هذا المرفق العمومي. أيضا هناك مطالب أخرى، اليوم عندنا زملاء في وضعيات هشة، وضعيات أنه أجورهم لم تصرف بعد، هذا كل اليوم نطالبوا به. من بين مطالبنا الأساسية في إذاعة تطاوين أكيد مثلا مطلب تعيين مدير عام للمؤسسة الإذاعة التونسية، هو مطلب يشمل كل الإذاعات وكل القطاع العمومي، ولكن اليوم في تطاوين مثلا عندنا نقص على مستوى التجهيزات، عندنا نقص على مستوى الزاد البشري، عندنا زملاء أكثر من 3 أشهر ما خلصوش، وهذا ما يطرح مسألة التشغيل الهش اللي يشمل الإذاعة التونسية في وكالة تونس أفريقيا للأنباء وفي التلفزة. ثم إشكاليات على مستوى هيكلي، على حر على مستقل. سنة تعمل كلام ولا كيف؟ والترسيم نتاعها من 3 سنوات ولم يتم تفعيله إلى حد الآن. الحكومة مجبرة إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض مع الممثل الشرعي للصحفيين وهو النقابة الوطنية للصحفيين التونسية. برشا في سير عمل بالنسبة للإعلاميين والصحفيين في إذاعة تطاوين، من بينهم صرف مستحقات الزملاء أكثر من 3 أشهر إلى حد الآن بالرغم من عندهم يعني عقود عمل واضحة وصريحة.